ممكن أعزمك على فنجان قهوة؟ لا هيك عيب، مكاننا وضيفتنا أنت. أنا بس أبي أحد يسمعني. هيك القهوة علي أنا والحكي علي، تفضلي. آدم، وش أسوأ شيء سويته بحياتك؟ غير إني أشتغل هنا. اللي أقصده يعني هل في يوم سويت غلطة بحق أحد ما كنت حاسب حسابها، ما كنت داري إنه هالغلطة تعني إنك دمرت حياته؟ والله مرة كنت جبان بلحظة ما تتحمل أخاف بيها أبد. وقدرت تصلح غلطك؟ يعني جربت؟ شوفي، اكو شغلات بهالدنيا ما تتصلح. ليش انتي مخربة حياة احد؟ انا اللي حياتي انتهت وخربت خلاص. والله كنا حياتنا هيج، تفائلي شوية. اوك، انا اللي حياتي خربانة بطريقة مدهشة ورائعة. تمام كذا؟ حلوة تخبر، يعني اهون حبتين. ها، تبي تشربني قهوة ولا كنسلت؟ أبشر بعزك، عسى يجيت. حبيبي راشد، مش عم صدق حالي إنه رجعت لي بالسلامة، حاسة ما عادش بدي شيء أكثر من هيك. شكر حبيبتي صوفي. الحمد لله على العافية. الله يعافيك. طيحتي قلوبنا يب، الله يطول بعمرك إن شاء الله. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على سلامتك يابا. الله يسلمك. خلاص يا جماعه لا تتعبونا، خلوه يرتاح. الله يهديك يا دكتوره مشاعل، كافي تعليمات. انا حاسس اني مثل حصان وممكن اتزوج الثالثه بعد. الف سلام عليك يا عمي. الله يسلمك. اهم شيء امورك طيبه وبخير. الحمد لله. المفروض ادخل وياي ورد او على الاقل كاكاو أو هدية، بس بمناسبة سلامتك ما لقيت أحلى من هالهدية. العقد، أنت بعت الفيلا حق أبوي وهي مفروض من حقنا، لكن ما عاش ولا راح يعيش اللي طلعك من الفيلا دام أنا موجود.